رطفي بن ساسي. رطفي بن ساسي. يا عسلامة مرة أخرى. اليوم شي نحكيه على المشكلة متاع الأفارقة اللي جاوا لتونس. في الموضوع هذا أنا رافي مش تونس برك، رافي زوز تونس دو تونيزي. فما تونس اللي أنا فرحان بها وفخور بها واللي تنور الوجه. وقت اللي كانت تفكرش بدايك الكوفيد 19 وخرجت ديسيجن قالوا حتى الأفارقة لقحولهم. والله العظيم عيني زغلت بالدموع، قلت شوف معناها احنا مزمرين وفقراء وتسكت يفو، اما الطريف اللي عندنا نقسمه. وقتها ما فماش تلقي، اما فماش ميسالش ناس كل تلقح. هذيك تونس اللي انا فرحان بها. تونس اللي فرحان بها وقت اللي تو ثلاثة ايام واحد اعتدى على واحد افريقي حطوه في الحبس. هذيك تونس اللي انا فرحان بها. فما تونس اللي نقول نحشم بها في الموضوع هذا. تونس اللي نحشم بها قريت كومونيكي، والله كي قريت وذبت. جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس تطلب من منظورها باش ما يخرجوش للشارع. تفجعت، دخت، شنو يا اخي ولينا بارتايد احنا؟ يا اخي احنا ضحايا العنصرية في اوروبا. نجيو احنا نعمل العنصرية في بلادنا. فما مشكل كبير ياسر اللي باه يا سيدي صار باه صحيح. كل ملة راهو فيها نسبة متاع منحرفين، فماش ملة ما فيهاش نسبة متاع منحرفين. اما ما يلزمش كل المنحرفين هذوكم يكونوا هما الكريتير اللي باش نحكموا على بقية الناس الكل. الفرق اللي موجودين في تونس كيفاش جاوا؟ نقول لك مش هذا الموضوع، هو امر واقع. هما توا موجودين، هذا امر واقع، معناها ما نو سوم ديفون لو فيت اكومبلي. ايش نعمل يا خويا؟ ما يصيرش، مو في ستر الله تحبهم بوراقهم يا خويا، من غير حملات وتشويه بشوي. ويجي يا خويا اعمل وراقك، ويجي كان ما عندكش وراق، كانك موجود بالقانون ماكش موجود بالقانون. اما مش نعملوا حمله نوليو فضيحه في العالم الاجمع، يوليو اعطيناها لهم في طبق، معناها هما يستناو فينا في الدور واحنا نعطيوها لهم في طبق. باه وقتها تقول لي انت جماعه قتل واحد، باه وكي تونس يقتل واحد حطوا التوانسه الكل في الشارع. يلزمنا ما نتخمروش، راهي خايبه التخميره، خايبه. الافارقه هذوم اللي يحكيوا عليهم والله يخدموا، خدم اللي التوانسه ما يحبوش يخدموه، يخدموا في المرمى، يغسلوا الكراب، يخدموا في الفلاحة. هاو التوانسة بيحبوا، علاش يخدموا هم وعلاش يخدموا فيهم؟ على خاطر يخدموا. فما سورتو اللي يغسلوا الكراهب، واحد افريقي يغسل في الكراهب لقى 2000 اورو في كرهبة، هزهم يجري العارفوا قالوا هاو لقيت 2000 اورو في الكرهبة. هاو فما ناس باهين، ايش بيه؟ علاش نحكم عليهم على واحد في الالف عمل حاجة خايبة؟ هاو كلهم باهين. تعرف مرة أخرى نحكي مع واحد مسؤول رفيع وفرنساوي جاي لتونس، قال لي تعرف البلاد اللي فيها الهجرة هي بلاد باش تولي نظيفة، وعنده الحق. معناها إذا كان احنا وصلنا لدرجة التطور كونه نقبلوا في العباد في المهاجرين، هاو باهي للبلاد هذي، احنا ولينا مودرن. ايش بينا باه يا سيدي واحد مثلا اكحل اسود تونسي ما عادش باش يخرج من الدار؟ هاو عندنا توانسه احنا سود، معناها نقصوا شويه من الحملات بتاع التشويه ونرجعوا. شوف راهو عندنا تراديسيون، عندنا معناها عادات وتقاليد كبيره ضد العنصريه. انت شوف الاغنيات بتاع تونس، القدم في المالوف، تاخذ اغنيه يا شوشان ماني سيدك، واليوم يا شوشانه روحي بيدك، ويحكي على امراه على زنجيه. شوف شو اسمه علي الريحي غنى اغنيه حبيبتي زنجيه سمراء افريقيه. شوف شو اسمه ذاك الهادي جويني يغني سمراء يا سمراء بروحي نفديك. عندنا تراديسيون، احنا ناس متفتحين. اول دوله منعت العنصريه
منعت شو اسمه الاسكلافاجيز العبوديه هي تونس قبل امريكا منعناها كل شيء يا خويا. هذه احنا ما عندناش البترول لا حتى شيء، ما عندنا هالقيم هذه نستحفظوا عليهم يا خويا. اما لكن حاجه برك نقولها لطفي معاك في اللي تقول فيه الكل باستثناء حويجه برك، راهو عندنا تخميره اللي تحكي عليها انت وقت اللي تضربنا او يضربنا الخوف. التونسي يحب على امنه، يحب على حياته ما تتمسش وما يتعرضش عائلته للخطر. اللي صار لهنا يتناقش بعض المحاولات في الزمن، اما يتناقش اوني داكور، بعض المحاولات الاجراميه بين ظفرين اللي صارت من بعض الافارقه مش الكل كما قلت انت، خلات الشعور البرسبشن الانطباع خليت عند التوانسه خوف من هذا الاخر. باهي هذا اللي يهزنا للتخميره. لكن التونسي راهو قماشه وطبيعته طيب مضياف ينحيها من فمه ويعطيها لغيره، هذا هو التونسي. سياسه دوله لا توجد في تونس سياسه دوله على كل المراحل، مش كان تو فيها عنصري، ما ثماش سياسه دوله، ما ثماش احزاب عنصريه، ما ثماش جمعيات عنصريه. المشاعر الانسانيه اللي فيها نزعه التنمر والتفوق موجوده بارتو دون لو مون. اللي قالوا حتم معقو، الدوله كي تشعر ثم وجود مكثف لناس هما خارج الاطار القانوني يسمى دوله تعمل رد فعل. ما رد فعل ما كانش شنو قالوا اضربوا الناس ولا قتلوهم ولا غيره، ما قالش. قال لك يا خويا شرعنة الوجود القانوني مرحبا بيه ما عندوش وجود وحتى قانوني. حتى كان يجي مرحبا بيه. اي هو وما نمش نرميوه في البحر ولا باش نحطوه. لا انت تمشيش بيت ربي، انت تو ماشي للسعوديه في موز مكفيز. شو هاي بيت الله نفس. انا موافق مع حاجه برك. شو كيما ما نحاولوهاش يعني مش فوالا. شوف كيما نخافوا على اولادنا، طبعا نخافوا على اولاد الناس يلزم، لان نخافوا عليهم زاد مرحبا بيهم اخوتنا. ما هيش ما نعملوش حملات كبيره اللي على خاطر تطور يسار فيسبوكيه. الواقع ما ثماش حملات نتاع واحد، كل الانتباع نتاع الخوف هو اللي حركنا الناس الكل. الانتباع نتاع الخوف انا باش نقاومه، ما نقاوموش بحمله اعلاميه، نقاوموا بحمله امنيه ديسكريت سكريتو. أراو تحرجهم العباد. لا معقول، عندك حق، هذاك مشاعر نبيل ديما تقول هو معناها أجنبي في بلد مشاعر نبيلة معناها نبيلة. أي قال نبيل فجعتني شوي والله. لكن المشاعر هذية في شيء، والدولة كيفاش تتصرف شيء آخر. الدولة تصرفت بالقانون يا ودي، الدولة بالقانون. شفت شو حملات بتاع جبدان، الدولة تصرفت بالقانون وما فهمش الخلفية عند الدولة. ريتها الدولة ما عندهاش هذه الخلفية، ما عندهاش خلفية عنصرية. حتى الكلام اللي قالوا رئيس الجمهورية رجعناه أكثر من مرة خليفة وسمعناه بالحرب ما فيش هذا البعد العنصري. لكن كما قلت لك الانتباه العام كان خوف من طرف المجموعة الوطنية. نرجعوا بيه سورتير.